يلا نكمل. أوكي، آخر شيء إحنا حصلنا بعض الأغراض، هاي ممكن يساعدنا، وهاي ما أدري الصراحة إذا في أشياء زيادة، هاي أحتاجها. أوكي، خلنا نروح فوق صوب الهليكوبتر المحروقة. لأن عقب وأنا أسوي مونتاج حق الحلقة قلت لحظة يا أخي، هاي الكتاب أعتقد إنه لازم أحطه في يد التمثال. شوف المونتاج هو اللي علمني، ولا أنا أصلا ولا أدري حق شنو هاي. نشوف دامج. أوكي حنا أحطه. يس، هل بتعطيني إياها الحين ولا ايش بيصير؟ واستسلم، اعطاني الجوهرة، شكرا. بس لحظة، الشيء الغريب انه هاي صار جون ولا استخدمه. لا الصراحة، زين خلنا نطلع من هالمكان. شنو؟ ليش في صوت زومبي اصلا؟ هني يمكن نقدر نستخدم هاي صح؟ لا لا، هاي من وين جاي؟ قاعد اضيع رصاص. موت من راسك، طالعني بعد. لا مالت مسكينة كلير تعاني. خلاص رصاصي، خلصت رصاصي. اف كم واحد ترى وايد يخسرون رصاص. اف شلون طفي النار؟ اوكي ما اعرف صراحة وانا استخدمها هاي. حطني هاي، شلون ما شفت المساعة ذي؟ شي تحت؟ لا ما اقدر اروح. لا لا تبطلينا عند الشكر. دخل اوه، شي خلص رصاص والله. اي والله سيريسلي من قلب. خلص رصاصي والله. هاي مكان دخلنا منه فايدة. لا ادشينا ادشينا، الله يخليك. هاي شنو؟ لا ما في شي. الليت يا شو اسمك؟ شيك خشب. شنو بعد؟ رصاص. عطني عطني شيء ثاني شكله. لا خلنا نطلع قبل ما يقوم الأخ هاي. شو استفدت انت من الأغراض اللي أعطاني إياها الحين؟ هاي ما أعرف وين. لحظة، فتحت الباب ما دخلت ذيك المرة. المونتاج هو يذكرني عن ايش سويت ايش ما سويت. أحم، هلو، مرحبا، أنا حد، نو، يا أخي عاد، أي شنو؟ أول تكليف المبتدأ،
سنكلف يا ليون اس كينيدي بقضية خاصة جدا في أول تكليف لك. مهمتك هي فتح مكتبك، مفتاح نجاحك في الحروف الأولى من أسمائنا. اكتب الحروف بترتيب مكاتبنا، هناك قفلان واحد على كل جانب من جانبي المكتب، تأكد أن تفتحهما. أول مهامك ببساطة هو أن تتذكر أسماء زملائك الضباط، لكنك اكتشفت ذلك بالفعل صحيح، حظا موفقا لليون. بالمناسبة ستتطلب معرفة أي شيء من سكوت من سكوت جهدا. أوكي، ملازم برونا. إيش؟ قافل المكتب ليون. لين سياسة وخرابيط. شو مكتوب هني؟ ديفيد فورد. يعني ممكن أحط دي، ما في دي. سوي خرابيط بس أنا الحين. يلا عاد. يس. لاحظت إني قاعد أسوي خرابيط خرابيط بس. المارفن يعني بيكون عاد يمكن ما يضبط معاي كل مرة يعني، تعرفون. يس دون أقول يمكن ما يضبط معاي، تعرفون. ليون اسكادي. اوكي، يعني ما اتوقع ان المكتب لهالدرجة هادي. ملف بعد تقرير العملية، 28 سبتمبر الساعة 2:30 النصف صباحا. لم يتبقى إلا أنا وثلاثة آخرون بلا أسلحة ولا ذخيرة، والعديد من الاشتباكات التي استنفذت قوانا العقلية والبدنية لن ننجو. اقترحت الشرطية فيليبس ذات مرة أن نهرب عبر مواسير الصرف الصحي، واتضح أن هناك نفقا سريا أسفل هذا المكان منذ أيام المتحف. رفضت فكرتها من قبل، لكن الآن لا تبدو بهذا السوء. أجل، ليس هناك دليل على وجود النفق أو على عدم امتلاء الصرف الصحي بالزومبي، لكنني أيضا لا أريد الجلوس هنا وانتظار الموت. إنها مخاطرة كبيرة، لكني سأحاول العثور على أي شيء يخص ذلك النفق. إليوت إدوارد. إليوت إدوارد اللي أعطانا، اللي أخذنا منه دفتره اللي مسكين انقص نصين. يا رب ما في زومبي. أوه. فيه. ليش ما عندي سكين؟ وات؟ نعم صاير. نعم ايش تبي انت الثاني؟ من وين جاي هاي؟ استخدامات البارود. اوكي وات ايفر، هاي اللي شلون شو اسمه نخلط البارود. تخلك هناك شوي، خلنا نشوف الخزائن هنا، ربما يوجد شيء مفيد. أخاف يحاصرني والله. الحمد لله والشكر. بس خلك من بطخ شوي على ما خلص. لا في الخزنة، شو نفتح الهاي؟ ما في رقم، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. أي شيء يدل على الرقم يا أخي؟ شلون؟ أوف عباني فتحتها، مالت عباني فتحتها والله. لا يوجد شيء هنا. يا
اوهو، عبالي انك ميت. ليش تقوم؟ منكم انتو؟ شو حاطين؟ ويلكم ليون. مسكين ليون، ولا مداه يوصل اصلا. مع السلامة. شنو بعد؟ لا أوفي. أوفي، كم واحد؟ لا 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 لا. لا عرفت انا هالمكان وين. طبعا وين هي؟ اف اوكي. هنشوف اغراضي. ايش كثر اغراض عندي بس ما اعرف شو استخدمهم فيها الصراحة. والله تعورت، اخذ عشبة. زين، وهاي ما عندي، وهاي ما ادري شو اسوي فيه الصراحة. طيب وين اروح هنا؟ اوكي باي. نعم. اوف، انت ايش قومك؟ ما عندي رصاص. اوكي، ما عندي رصاص. هل تصدقون ذلك؟ كيف يمكنني متابعة اللعبة بدون رصاص صراحة؟ I don't know. والله اتس كريزي صراحة يعني. زين، بس انا ما عندي رصاص. تلو الذي يحدث جنوني. هل كان المفروض ان انا ما قاتل كل الزومبي اللي في اللعبة؟ ولا عندي حتى سكين. شنو بعد؟ بطل الباب. ايش صاير؟ ايش صاير هني؟ الله يستر، الله يستر. هاي شكلهم ممكنهم بيقومون. لا لا لا، بطل بطل بطل. لا لاقيني هني. بسم الله. شنو دي بعد؟ طارية. لا انا رايحة بشوف شو السالفة عند الدريشة. اوكي، مذكرة داخلية. 22 سبتمبر 98. اختار بنقل داخلي لمكتب لمعدات المكتب. خزنة مضادة للحرارة ذات رقم سري مكون من 3 أعداد. نقلت من مكتب ستارز الدور الثاني إلى المكتب الغربي الدور الأول. أكون رمز 9 يسار 15 يمين 7 يسار اللي ودوها. أي اللي كانت في الطابق الأول. يا رب أتذكر شو اسمها هاي الملف. أتذكر داخلية. أوكي 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 أوكي. شنو بعد عندنا؟ بعد هاي؟ زين، ما عندي سلاح، ما عندي شيء استخدمه في الكمبيوتر. يصير هاي؟ لا. تحاول تفتح غرفة الهاي. هاي؟ ما اقدر افتحها؟ لا ما اقدر افتحها. هاي الشي شنو؟ ما اقدر احط هاي. لا ينفعني. نو لا ينفع. شبي في هذي. يا واحد مكتب كرس
إسعافات أولية. مخزونك ممتلئ، مخزونك ممتلئ. دم جزء، ما في شيء هني نستفيد منه. ذا والحل، الحل يا أخي، إذا طلعت من هني بيهجم علي الكار. شي سي دي، خذ هاي من مكان. لا أصلا هاي يصير أستخدمها، لا كأنه يحتاج فلاش. اوكي الله يستر، شكلنا بنطلع بس نواجه الموت بدون سلاح. لا لا، بطل 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 بسرعة. ايه هني يكون ايه، حلينا. لا تشي زين، وعدنا على المكتبة. سحقا أريد سكينتي، لا أستطيع أن أخذها. إيش كثر أغراض عندي ما راح أسوي فيهم حتى. هاي هني شنو هاي؟ لا برصاص يا أصدقائي، إنني أعاني، إنني دون رصاص. مسكينة كلير، قلنا ودوها الطابق الثاني للخزنة صح؟ زين في كل حالات، لحظة لحظة، كل حالات رحنا الخزنة وانت ما عندك مكان تقطن اغراضك. قطة قطة اغراضك هني اول، بعدين روحي. هاي خلينا نقطع بطارية، احتاج هاي ما ادري حق شنو. هاي خلينا نقطع. ايش كنت تبي؟ بس صح اوكي زين، لنذهب الى الآلة نشوف الخزنة ايش فيها. مسكينة كلير تاني، ليش كذي فوق؟ ليش كذي صاير؟ مرة يبين لكم طريقة الإضاءة غلط، شنو هاي؟ اوكي قلنا الخزنة ذي، هنشوف الملفات. ايه 9 يسار، 15 يمين، 7 يسار. 9 يسار، لا هم again 9 يسار، 15 يمين، 7 يسار. غلط ليش؟ بالعكس زين. اوكي اوكي لا لا هم بس سويت شي انا زين زين. كذي بعدين، بعد غلط يا اخي، يمكن لازم على طول من البداية ما خربط. اوكي اوكي بعدين معك وبعدين، يمكن مو بالخزنة، يمكن الخزنة اللي تحت في المكتب التحتي. هذه هي مشكلة يا أعزائي، المكتب التحتي، الخزنة اللي في المكتب التحتي. تعال أوريها طريق مختصر، يمكن ذاك الباب يودي. هاي اللي هون، مارفن يعاني. أنا قتلتهم اللي هني؟ أوه نحول، ما عندي لك رصاص يا حظي. كم واحد؟ كم واحد انتو؟ هنجرب هني.
يس يس، شنطة إضافية. يس زين، تعال اشرب الحين. لا لا لا، حسبي الله عليك، حسبي الله عليكم. أخرى عن وعيي. لا لا، ليش جيت هني أنا؟ ابتعد عني، في باب. أوه، في باب هني. شلون يا أخي؟ شلون يا أخي اكتشفت هالمكان؟ أخيرا بطل. نبي هاي. يس اف، من كم عاد تخيل استخدم لهم الحين. هلو، كم رقمها؟ 208. تعال انت بس، تعال. 109 106 103. خلنا ب 109 احنا الحين. حط هاي. اي حطه حطه. 109. اوكي يلا افتح الخزنة الثانية خلاص. اوكي فاين، 106 قلنا بعدنا ب 102. زين 208 يمكن. لا اوكي، بعد اي رقم عندنا؟ 206. ما في، يلا بطلي بطلي. هاي 103 ذي، ما عندنا حق 103. بطل بطلي بسرعة. تعال لهون، يلا تعال بدل الشكر. يلا تعال. اوكي عندنا 203، ما نقدر ناخذها لان ما عندنا زر على رقم 3. زين بسرعة، عطني رصاص. معنا كثر فجاني. حسبي الله ابليسك. بس لو اقدر اجمعكم جهة واحدة زين. لو يصير اجمعكم جهة واحدة كان زين. يلا تجمعوا، تعالوا مع بعض. ليش؟ ايش ما يصير؟ وين رفيجك الثاني؟ لا 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 لا، سحقان. بعد في وحدة هني، يا سلام. مع السلامة. أشوفنا ما يون هني، خلنا نشوف الفيلم اللي خذناه الحمضة. صورة تذكارية، وي عشان أحل اللغز خلاص حليته بروحي. هل يصير أن أقلب الصفحة؟ ما عندي فيلم ثاني، إنه فيلم واحد فقط. زين ايش عندنا من أحد؟ بارود أنا أخلطه مع شنو؟ بارود مع بارود يعني أخلط؟ هنشوف شو يصير. دمج. ما كنت أدري إنه يصير.
وانا مخليتهم عبالي ما يصير اخلطهم مع بعض. اوه مالت زين، صار فقيرة الأسلحة، فقيرة الرصاص. اوكي خلنا نسيف المساء، قاعدين ندور زين. شنو استخدم لهم دين الاثنين؟ مالت يس، خسارة ما كنتي معاهم عشان تموتين مرة واحدة، ولكن للأسف بسم الله. اوف يا أخي ما نخلص احنا منكم، ما أصير أشيل هاي الزر. ما يصير حسافة، عشان ثلاثة ما أقدر أفتحها الحين. شنو؟ يبدو أن أحد محطة الخزانات الطرفية ينقصها بعض المفاتيح. أقترح أن يعثر الشخص المسؤول عن هذه الفضل بعض المفاتيح الاحتياطية ويصلحها حالا. بعد معصب أن أحد خذ المفاتيح. أوكي تعال هني، تعال. مشكلة ما عندي علاج، تعال يلا. زين وين اروح الحين انا؟ اوفيه شو الاصوات، كسرت الدنيا يا اخي. اوكي رجعنا هني، خلنا نشوف الخريطة شوي. هاي الغرفة ما عندي مفتاحها اصلا، ما قدرت افتحها. اوه في رصاصة هني، شلون شي خليتها؟ هاي ما عندي. ده كده دخلنا، ما عندها غرفة، غرفة الصحافة ما لها باب. هاي شكله ما اقدر ادخلهم الا بعدين من فوق. اوكي لازم اروح فوق يعني، المكتبة فيها شي بس ما اقدر. مكتب ستارز، غرفة الغسيل كنت فيها زين ما دخلتها، يمكن كنت خايفة من الذكر وما دخل. واو هاي ما عندي زين، شكل الموضوع اللي بقى فوق. نشوف شو عندنا هني، معناته أنا عندي شي بس ما أعرف أستخدمه، يعني قصدي عندي أغراض بس ما أعرف شلون أستخدمهم أو وين أستخدمهم، لأنه يعني صح البطارية. ايه البطارية، لحظة لحظة لحظة، البطارية صوب المكتبة؟ لا ما كان صوب المكتبة، كان فوق. هلو احد يهجم علي زين، تأخر انت بعد ما نخلص منكم. انا بعد انا مو بحافظه مركز الشرطه عدل، انا شي مخي يفتر. كان فوق ايوه من هون. بسم الله قد خرعوني، هاي المانيكان
مسوي ضل على الطوفة وخراني عبالي يعني يصيد شي. بسم الله بليز بليز تجيني شي رجاء. هني هاي الغرفة كان في قنبلة وكانت تحتاج بطارية عشان تكتمل، صح؟ لا لا، عشانو شنو؟ شو لازم أسوي؟ إني ما أقدر أوصل زين، سكر. وهالقطعة اللي تحرك دي ما عندي، ماذا أفعل يا أعزائي؟ كلير وين لازم نروح؟ هالبابا نودي، خلي السكين. هالبابا نودي. زين هالباب وهالباب. اوكي، ماذا عن هذا الأمر الذي هنا؟ ما أدري شو نستخدم له، ولا شي عندي. بعدين هاي ما يتحرك. كنا غلط غلط غلط. بقى هاي اللي ما ادري وين القطعة اللي تحركه. ليس لدينا شيء. حصل شي تحت هني؟ لا هاي من حصل شي تحت. يلا في شي هني؟ 10 رصاص. يس اوكي، على الأقل حصلنا رصاص. بس وين الشي اللي هني؟ رجعنا المساحة اللي هالصوب، ما الفائدة؟ ما أعرف صراحة عشان الشيء اللي ناقص. مسكينة كلير، كلير أنا آسفة خدتش تعبان وايد. في شي أنا ما سويته هني. لحظة شوي، شوف شنو هاي. زين وين استخدمها؟ عند الشكر ترى ما أعرف وين استخدمها. أعطيها الريال؟ ليه؟ هل إحنا شفنا تمثال أو شي ممكن نستخدم عليه الجوهرة دي؟ لا. أعطي النكتة بموت. شلون طفي النار؟ غال في شي هني اذا ما استفيد منه. لا هاي المكتبة ما دخلتها مرة واحدة. ما اعرف اذا في شي نسيت اشيله، ما فتشت عدل من الخوف.
نعم، منو يصيح؟ منو هاي أبوي؟ أوف، أنت ما تتعب صح؟ بس وين زين؟ سويتك باربيكيو. أنت مت؟ أنت استأنست؟ هل أنت سعيد بموتك يا عزيزي؟ أنا وين؟ لا لا، أشوفه بالخريطة. مو بيها، وأنا هني. هاي دخلتها أنا في بخاخ صج وأروح له. وين كان؟ غرفة دخلناها ما عرفنا فيها شيء مهم. نو الله يعزكم، سنذهب إلى دورة المياه. إن أنا قالتهم إن فيها بخاخ وأنا ما شفته. وينه؟ يلا وينه؟ إنني لا أراه. يس شكرا. هلا زقات الصبر تحسسني كأنه لازم أسوي شيء في الكبت ولا في الخزانة. ليش يهتز؟ خلاص هاي نفس المكان. تعرفون لما تلعبون الجزء الأصلي تردون تلعبون هاي الجزء، ترى مخكم شوي يصير مفتر، لأن انت يعني في مخكم تكون الخريطة القديمة للعبة. anyway، ترى أنا ما أدري شو لازم أسوي، فبوقف اللعبة هني ونكمل مرة ثانية إن شاء الله.